عند مسلم صاحب توك توك الملقحين عدنا كرة ثانية، لا لنقل مبادرته وإنما لتوثيق تكريم وزارة الصحة له. وفد من الوزارة زار مسلم في بيته بمدينة الصدر ببغداد، استمع أكثر عن مبادرته وقدم له التالي. رصدت هذه المبادرة من قبل وزارة الصحة من سيد الوزير تحديدا، ووجه بإرسال وفد لتمثيل الوزارة والسيد الوزير إلى هذا المكان، إلى هذا المنزل في مدينة الصدر، حتى نشكرهم نيابة عن الوزارة ونكرمهم على هذا الجهد العفوي، الجهد الرائع. بالنهاية تبنى المجتمعات بهذا التكاتف. شكر لحضرتك، شكر لفضائية التغيير الحاضرة دائما في القضايا الصحية. الشاب الصغير باتت ملامح الفرح جلية على محياه، هو ينظر لمبادرته البسيطة كيف أضحت تلاقي الدعم والإشادة، إشادة جعلته يصر كما يقول على الاستمرار بما أقدم عليه. أشكر وزارة الصحة والسيد الوزير وقناة التغيير، جئتكم للبيت وتقديم تكريم لي وأنا باقي بالحملة. تنازل عن نصف قوته اليومي لأجل التشجيع على أخذ لقاح كورونا، شجع فشجع وكرم. سار مسلم بتوكتوكه في مسار هذه المبادرة، مبادرة مفتوحة لمن يود الالتحاق بركبها. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.